طيفتنا ليلى خلت للعشق لغة وخلت المشاعر التكلم بالصدق. ضيفتنا الليلة حلوة الكلام، عرفناها بلسانها الحلو ومفرداتها العذبة. هي الشاعرة والإعلامية العراقية شهد الشمري اللي كان أول ظهور إعلامي لها في قناة الفيحاء، حيث قدمت برنامج شهد وشعر، ومن بعدها تنقلت خلال مسيرتها بين العديد من القنوات الفضائية العراقية، وفي كل مرة كانت تتميز بتقديمها برنامج شعري مميز. شهد تكتب أشعارها باللهجة العراقية الشعبية الجميلة بكلمة شهد تجرح وتداوي. هي الرومانسية، هي المرأة القوية بكلمتها والجميلة. أشعارها دايما موزونة وتحمل في طياتها قصة حب تعيشنا ألف ليلة وليلة، تاخذنا معاها إلى عالم ثاني. قدرت شهد الشمري أنها تحصل على جائزة أفضل شاعرة عراقية من دون منافس، لأنها تكتب من القلب للقلب. لها متابعين ومحبين من كل مكان في العالم. قدرت بكلمة وشعر انها تحلق فوق بالسما عالي علشان توصل كلمتها. عام 2020 اعلنت شهد الشمري عن خطبتها في السوشيال ميديا، وكان حديث الساعة، وطبعا هنيالة من خداها. الليلة في عسيف، الليلة ليلتها، بتكون معانا شاعرة العراق الاولى شهد الشمري. حي الله من زارنا في بيته ومكانه عسيف. جربت الوفي والقال صير حزام، ودك صدر لي وقال هذاني، والقال أنا أخو والحلف بالعباس، والعاشه قبل من خير بستاني، وبالزاد وملح والخياطت لجروح، والأركض لقبل لا هو ينخاني. أمسي على الغالية اللي صراحة قريبة على القلب وايد، طبعا هي فراشة الشعر الشعبي العراقي. أمسي عليك بكل حب وخير شهد. مساء الخير عليك رهومة، مساء العافية، مساء السعادة. طبعا تحية لك ولكل أهلنا بالكويت، مشتاقت لكم هواية طبعا، بس تعرفين كورونا هي اللي كانت السبب. صحيح. تحية للدكتور. مساك الله بالخير شاعرتنا شهد الشمري. يا حياك الله معنا. يقولون حبيسة المنزل بعد كورونا، شلون يقولون؟ يقولون محبوسة بالبيت عشان كورونا، وانت ما تحبين القعدة. شو اسوي بعد حالي حال العالم، شو اسوي؟ بس انا يمكن هاي قاعدة البيت شوية فادتني، استفاديت من عندها هواية شغلات، وتعرفت على اهلي، خوش عالم. شهودة ما شاء الله عليك دائما مميزة، وممكن أنا لأن أعرفك أكثر ما شاء الله أنت ما تقعدين في بغداد، دائما مسافرة، شون قدرتي تقعدين في هذه الفترة يعني؟ وما شاء الله شوفك بعد أنت قاعد تطلعين، يعني مو ملتزمة 100%. رهومة أنت يمكن تعرفين، أنت أقرب صديقة إلي طبعا. أكيد. أنا ما أحب أقعد في البيت 24 ساعة سفر، ولكن مجبرة يعني، هو الوضع العام كله مربك، فوانت رحين أكيد نبقى بالبيت. بس أنا هاي الفترة أو القاعدة بالبيت خدمتني هواية. اليوم الشاعر إذا يعني صفن وقعد في أجواء كانت شوية نوعا ما هادية، ومثل ما نعرف أن أجواء كورونا كانت في فترة كانت وايد هادية وقعدة البيت، كيف كانت القريحة؟ هل أنتجت شعرا في هذه الفترة؟ يعني أكو أكيد موجود، القصائد موجودة، الغزل موجود، كل شيء يعني. بس أنا طلعت يمكن وياي قصيدة غزل، أنا من زمان مبتعدة عن قصائد الغزلية، دائما أروح لصوب الوجداني، فطلعت وياي شيء حلوة. إذا تحبون نسمعها أو أكيد نسمع. أوكي، أقول أنا كلك ما أريدك، انطيني من عندك شوي، مقتنع راضي بقليلك وانت لاعب لعب بي، المشاعر تستفزني وما قدر تخفيها، مشكلة روح تحبك يجيب لي نسيها، بس سلامتكم. الله يسلمك حبيبتي، صح لسانك. شهودة ممكن في آخر فترة شفنا هجوم كبير من بعض الشعراء على الشاعرة شهد الشمري، والبعض قاعد يشكك في شاعريتها، يعني ما أدري ليش هذا الهجوم. ممكن في بعض الشعراء إحنا ما نعرفهم، ما عرفناهم إلا من خلال برنامجك يا شهد،
شنو المشاكل وشنو هذا الظروف اللي انت قاعد تمرين فيها؟ تعليقك على هذا الموضوع. يعني ما عندي اي افضل واحكيها عنهم، والنكرة والمعروف من طيب اصلهم، عادي ايش تسوي. رهومة هي هاي الحياة، سبحان الله. البشر يعني ما اعرف، اتقي شر من احسنت اليه. انت تعرفين يعني اني اكثر وحدة قريبة من الشعراء، اخدم الشعراء، صحيح. احب اوصل الشاعر العراقي لخارج العراق، يعني عبر المحلية، ويستحق، لانه شاعر العراقي عنده مادة دسمة ومهمة. هاي الشطر الاول. الشطر الثاني من سؤالش انه يشككون بشاعريتي، مو احس يعني متاخرين، ايش بقى من العمر؟ انا ايش قصر لي يعني بالاعلام؟ صار لي 10 سنوات بس اتذكرها اني مو شاعره يعني؟ شهد بكل صراحه، ممكن هم معترضين لانك انت الشاعره الاولى في العراق، هذا اللقب يعني ممكن ضايقهم اكثر. باعي هذا اللغط اللي صار انه شاعره الاولى. صدقا اني ما اهتم يعني بالارقام، اولى اخيره، بس اولى فعلا، لانه اني اول شاعره عراقيه ظهرت بعمر صغير بفتره وجيزه بال 2009. قدمت الشعر الشعبي العراقي بطريقه جميله، طبعا استضافيت اغلب الشعراء، فبهاي الفتره ما كان اكو احد، يعني ما كان اكو شاعرات اصلا، يمكن شاعره واحده او اثنين. تعرفين العادات وتقاليد، اكو يعني بنات هوايه يكتبون شعر احسن مني، بس العادات والتقاليد. فاللي يشكك بشاعريتي اقول له بعد وقت عليه. بس انت لك نكهه مختلفه شهد، شلون حبيه؟ انت لك نكهه مختلفه في كتابه الشعر. يمكن اكو فالتميز، يعني اللي يشوفني الاولى شكرا، اللي يشوفني الاخيره ما عندي مشكله، واللي يشوفني شاعره اعلاميه فاشينيستا. يعني يعني قبل فترة شاهدت لقاء لإعلامية طبعا كبيرة وعزيزة على قلبي حقيقة، ما أحب يعني أقول اسمها، لمحت بطريقة أو بأخرى أنه أني ما أشوف شاعرات بالعراق، أشوفهم فاشينيستات. يعني إذا هي شايفتني يعني فاشينيستا فهذا شيء حلو، يعني أنا مقنعة، ممكن نفتح لنا فد مصنع انا وياها، نسوي دراعات وعرض لها ونبيع، حلو ليش لا. زين، في موضوع التشكيك للمرأة الشاعرة، ما هو جديد في الساحة الشعرية سواء في الخليج، في الوطن العربي، اليوم بكل المنطقة. ليش دائما اتهامات الشاعرة بأنها يعني مشكوك في شعريتها؟ أنا أقول لك ليش، لأنه البعض يحاول يقلل من شأن المرأة. المرأة مبدعة بكل المجالات، يعني بالشعر، بالفن، بالإعلام، بالطب، إلها وجودها، إلها كيانها. صحيح. أعتقد بعض الناس اللي عندهم هاي العقد اللي موجودة يحاولون يسقطون المرأة أو يجمدوها، مع أن المرأة شاعريتها، لها دور كبير، شاعريتها وإحساسها يمكن تفوق الرجل. يعني يعني مع أن المرأة، ما سمعك، المرأة شاعريتها وإحساسها وقلبها المرهف في أمور كثيرة يمكن أفضل وأقوى من الرجل نفسه. أي طيب، أنا عندي سؤال، يعني الآن إذا المرأة، أي مرأة سواء أني أو غيري، عندها مادة حلوة، عندها موهبة، شنو يضر الرجل إذا قدمت شيء حلو؟ يعني شنو راح يأخذ من عنده؟ لويش؟ لويش يشككون بشاعريتهم؟ يعني هل هذا ممكن راح يأخذ من إبداعهم؟ تتوقعون إذا المرأة كانت مبدعة الرجل يخاف من هذا الشيء؟ غيرة يمكن، غيرة غيرة غيرة؟ غيرة واردة. ممكن شوفي يعني شهد، لأنك مميزة، لأنك مميزة يعني في هذا الشيء طبيعي. رهومة، بالنسبة لموضوع الشاعرية، أنا بالنسبة لي ظهرت تقريباً صار لي 10 سنوات بالإعلام، أخذت شهادتي من رموز الشعر الشعبي العراقي. صحيح. عريان السيد خلف الله يرحمه، كاظم إسماعيل قاطع، مظفر النواب. فاللي تاخذ شهادة من هذول الأسماء والعمالقة
بعد ما تحتاج تقييم من احد. صحيح، وانت طول عمرك مميزه شهد. انا ممكن الحين راح انتقل معاك بموضوع ثاني مختلف. ما شاء الله عليك دائما نشوفك في اللقاءات، كنتي ترفضين الزواج ولك شروط يعني معينه، ما هي شروط مثلا نقول كبيره او شيء، لا شروط جدا بسيطه، لكن فجاه بين ليله ويوم شفنا ان الشاعره الجميله ارتبطت. اول شيء الف الف مبروك والله يوفقك. الله يبارك وربي يسعدك. يوم الالش يا ربي، يا ربي يوم الالش واجيك وازفك بيدي رحومه حبيبتي. شهد انت تعرفين دكتور، للاسف الدكتور ما دا اسمع صوته يعني. اي الدكتور موجود معنا بس قاعد يسمع الكلام. شوفي احنا طبعا قاعد نشوف فهد معاك في السناب شات ومن بعد الزواج، طبعا هذا اول لقاء انتي معانا والحمد لله ان احنا محظوظين. فعشان دائما فهد باي فضائيه يعني من انخطبت الى الان. بقيت شويه بالبيت ماخذه بريك، ولكن قناتكم اعتبرها قناتي أكيد. وتمونون علي، فاني ما اقدر بالذات انتي ما اقدر اقول لك لا. يا بعد عمري يا شهد. شهد احنا حبيب. قاعد نشوف فهد دائما معاك في السناب شات، والصراحه يعني ودنا يدخل معانا في هذا اللقاء وما يرفض هذه الدعوه عشان نبارك له. بس هسه يعني نبي نبارك له. الحين نبي نبارك له صراحة، يعني ودنا انه يدخل معنا. فهد يتابعنا اصلا فوق يعني قاعد مكنك عيالي. اذا فهد قاعد يشوفنا الحين من خلال الشاشة وجهي له دعوة، وجهي له دعوة اعتقد انه يشوفك. يلا يقول داري على شمعتك تعيد. هالمثل ينطبق على الشاعرة العراقية شهد الشمري اللي فجأة ومن دون سابق انذار ووسط أزمة كورونا قررت أن تعلن لجمهورها ومتابعينها عبر السوشيال ميديا عن خطوبتها من القطري فهد الزيد، وانتشرت لهم صور جميلة كانت حديثة ساعة. علقت شهد الشمري على منشورات خطوبتها وقالت انت تدري وانا ادري ايش قد احبك، الله شاهد واني اميزك والشمع عطرك ولو بنص مليون واحد، وهذا اول خاتم مفصل علي، والله لا يحرم اي اثنين من هذا اليوم. كعادتها تألقت العروس الحسناء بفستانها الابيض الناعم المزين بخيوط ذهبية، وتألقت بمكياجها الخليجي. انشرت شهد مقطع فيديو يرصد مراسم ارتداء خاتم الخطوبة. يا ترى ليش خشت شهد الشمري قصة حبها؟ وهل اللي كانت تقوله من أشعار كانت تقوله عنه؟ والغزل كانت تتغزل فيك يا فهد؟ شلون راح يتعامل خطيبها مع شهرتها؟ هل راح يتحمل شهرتها وجمهورها؟ أم قرار الاعتزال بات قريب؟ هذا كان سؤالي وانتظر منكم الإجابة. مسيكم بالخير أخوي فهد. طبعا أول شيء مبارك لك ونشكرك على أول ظهور خصيتنا فيه في الـ ATV، وعسى الله يتمم عليكم يا رب. مساء الخير عليك وسلام يا الريهام. طبعا رحمتنا المسي عليك وسلامي لأهل الكويت الطيبين الغالين. شكرا يا فهد، نمسي عليك بكل خير. لكن انا بدايه سؤالي يعني شهد اعرفها كثير يعني صعبه الاختيار، شلون قدرت عليها رغم ان هي صعبه وبنفس الوقت عندها معجبين وايد؟ فصعبه شهد، حيل صعبه، شلون قدرت عليها؟ طبعا طبعا اول شيء يعني الموضوع نهائيا ما كان اختيار، كانت يعني كان الموضوع صدفه. الصدفة ما أعرف اللي رتبت الموضوع كله الحمد لله والشكر. بس هي تريد تفاصيل ممكن نحكي تفاصيل لو لا تفاصيل؟ أوكي يلا نحكي. زين أحكي أني لو أنت؟ أني؟ أحكي أنت. أوكي طبعاً هو شافني كتل نفسه علي. لا أحكي أني شهد غرور غرور هذا ولا يمكن العكس الصحيح؟ قولي الصدق. لا وعيونك. لا والله ريهام انت تعرفيني يعني صعبة الاختيار. أدري الموضوع الزواج عندي مغامرة بس سبحان الله عطايا رب العالمين حلوة الحمد لله والشكر. احنا دائما نقول الزواج بين شخصين
هو نصيب ويعني قدر مكتوب من رب العالمين سبحان الله أن يلتقون شخصين يمكن ما يكونون قراب من بعض فترة، ولكن لقاء يمكن واحد يجمعهم. احنا دائما نسمع نقول صدفه صحيح أي نسمع الاخبار ان فهد يقولون قطري الجنسيه وناس تقول لا عراقي واللهجه عراقيه مبين. اي صح صح هوايه قالوا انه عراقي قطري اماراتي، يعني كل شخص قال انه هذا فلان من يعني من دوله معينه. صحيح. بس أنا المهم أنه يعني إنسان أتعامل بإنسانيتي، ماكو فرق إن كان عراقي أو قطري. صحيح. أو من أي دولة كانت، أو كويتي أو بحريني. صحيح. فهودي طيب طبعاً. أهم شيء إنسانيتي. فهودي طيب حلو بأصل راقي. صحيح. شاهد ممكن أصل وأخلاق ويبقى عراقي. شاهد الله يتمم عليكم يا رب، ممكن زواجكم وخطوبتكم سوت ضجة كبيرة في السوشيال ميديا والكل تكلم في الجانب الإيجابي أو السلبي، لكن أهم شيء سعادتكم أنت والاثنين. عندي سؤال صغير لك يا شهد، عندك عيال أخوك اسمهم شهد وفهد، يعني معقولة هذه الأسامي بالصدفة ولا؟ صدفة. رهان باع رهان اسمعيني، يعني من أقول أشياء يمكن المتابع ما راح يصدقها نهائيا، كلش أكو أشياء سبحان الله وكأنه القدر مرتبها، يعني رب العالمين مرتب لنا كل شيء. ابن أخوي صغير اسمه فهد، حلو؟ حلو. والثانية أكيد شهد لأنه على عمتها. زين، بعدين التقينا أنا وفهد وهواية صارت صدف بيناتنا. صاروا اثنين، شهدين وفهدين. يعني يمكن أنا صعبة بالاختيار، وبالنسبة للزواج مغامرة، قلت لك ما أحب أخوضها، بس كل الصفات، كل الصفات اللي أحبها واللي أتمناها لقيتها في فهد. حقيقة يعني فما أدري من السماء، هو من السماء أحلويات سبحان الله. احنا نقول عسى الله يبارك لكم إن شاء الله هذا الزواج ويتمم عليكم إن شاء الله ويرزقكم الذرية الصالحة بإذن الله. كل شكر على وجودكم معنا اليوم شاهد الشمري، أخونا العزيز فهد، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في حياتكم القادمة. دكتور يا غالي تسلم. دكتور كل الشكر لك شهد، كل الشكر لك فهد، وإن شاء الله نشوفكم داخل الاستديو، وبنفس الوقت إن شاء الله نحضر عرسكم من بعد انتهاء هذه الأزمة، والله يسعدكم. وصراحة سعيدين اليوم لأنكم متواجدين معنا عن طريق السكايب. شكرا لك. شكرا أكيد لك ريهان، شكرا للدكتور، تحية حلوة لكل أهلنا بالكويت الطيبين. إن شاء الله نلتقي ويروح هذا المرض، وبنفس الوقت يعني فرحانة أنا بشوفتكم، أوجه تحية وسلام ومحبة لكل أهلنا في لبنان بردا وسلاما على اللي صار لهم، وما يشوفون شر، وإن شاء الله كل البلدان إن شاء الله العربية والعالمية ما يلوحهم أي ضرر. يا رب يا رب يا رب. كل الشكر، كل الشكر لك يا شهد. شكرا. طبعا مشاهدينا اليوم انتهت حلقتنا مع ضيوفنا ما شاء الله مميزين يا دكتور. أيوة. طالب، يعني عندنا من الكويت، عندنا من المملكة العربية السعودية، وأكيد مسك الختام مع الشاعرة المميزة شهد الشمري. كل الشكر لكم وتصبحون على خير. We'll be right back.